وانا عايز اقول حاجه بس، يعني الاهلي احنا ما بنشجعش الاهلي، يعني الاهلي ده رمز ملهم تمام ومؤسسه ملهمه، فانت ما بتشجعش الاهلي، العشرات الملايين دي مش بتشجع الاهلي في حقيقه الامر، الاهلي اللي بيشجعها، الاهلي اللي بيشجعها. تمام، نحن لا نشجع الاهلي، الاهلي هو اللي بيشجعنا، الاهلي هو اللي بيشجع المصريين على لانه ده ملهم. انه يبقى كل واحد في داخله عايز يبقى زي النادي الاهلي، عايز يحقق بطوله، فالنادي الاهلي بيعوض احساس بعض الناس هي مش قادره يعني تحقق بطوله، فهو بيحققها بالنيابه، واخد بالك، بالاصاله، زي كده بطل الابطال العظام في التاريخ او بطل الفيلم، الناس بتوحد معاه ليه؟ بيعوض شيء هو كان نفسه محتاجه، فشافه في التفتاية. فالاهلي المصريين شايفين في الاهلي ده الملهم، ده الشخصيات الملهمه، ده مؤسسه ملهمه، فالناس بتبقى عايزه باستمرار تبقى تمشي على نفس الخط ده، وتبقى يعني تحقق اللي النادي الاهلي بيتحققه من قيم بقى واخلاق وبطولات وكده، رمز كبير جدا لمصر، مش بقول 50 مليون 60 مليون 70 مليون، قول زي ما تقول، ده لو 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 هم بس 40 مليون، في دول 2 مليون ومليون ونص وربع مليون و5 مليون، يعني الاهلي ده امه، واخد بالك، فبيقوم بدور محوري جدا 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 في حياه مصر، نادي الشعب. مش نادي الشعب بس، ده الملهم. الملهم لانه ما واخد خط اجتماعي وخط اخلاقي عظيم جدا، ما بتقومش بيه مؤسسات تانية. يعني مؤسسه التعليم ما تقدرش تقوم ترسي قيمه الروح الرياضيه زي ما بيرسيها النادي الاهلي، لان المتلقي او الطالب او التلميذ، حكايه التلقي دي او حكايه الدرس او حكايه العظه دي بالخطب ما بتجيبش نتيجه، انت عندك الرمز في الملعب، نموذج في الملعب، ادائك في الملعب، انكار الذات في الملعب، شايفه الاهلي بيعمله من اول عمر لطفي، عمل فتح داخل التاريخ من بوابه كبيره جدا، لكنه وسع للاخرين يخشوا وراه، هو صاحب الفكره، والامم العظيمه بتبنى بافكار عظيمه، فده فتح بوابه كبيره جدا لتاريخ الاهلي وطوارى، ارسى قيمه الايثار. في ناس انانيين شويه، يخش التاريخ ويقفل الباب وراه، مش عايز حد يخش بعديه، بنشوف ده كتير، يعني يهدم اللي فات وانا وما فيش الا انا، يروح قافل التاريخ ومسكر، حد يخبط انا مش موجود. انما هنا القيمه اللي ارساها بيرسيها رموز الاهلي على مر التاريخ، بدءا من عمر لطفي وانت بقى ماشي، هتلاقي في شخصيات عظيمه جدا قامت بهذا الدور وارسلت قيمه ده في المجتمع، اللي هي الروح الرياضيه دي ايه؟ هي التسامح، التسامح الاجتماعي بين الناس، التسامح السياسي بين الفرق المتنافسه، التسامح الديني الذي لا يؤدي الارهاب، لا يؤدي للتطرف، انت محتاج تواجه الارهاب والفكر المتخلف، الفكر الارهابي، ما تقدرش تواجهه بخطب بس، ما جابتش نتيجه الخطب على مر التاريخ، من سنه 28 تاسيس الحزب الجماعه الارهابيه ده، من 28 لغايه النهارده الخطب ما عملش نتيجه، اللي بيعمل نتيجه شغل على الارض. ايه هو الشغل على الارض؟ ان انت بتخلق، يعني بتعمل انسان واعي ناضج، اواجه بقى التطرف ده بقدر كبير جدا من الوعي، وبعدين بحاول انسان يبقى انسان يعني عنده قدر كبير جدا من السلام النفسي والسلام الاجتماعي والسلام السياسي، ده المجتمع محتاجه، المجتمع محتاج يتنور. احنا في بدايات القرن لما الاهلي اتعمل كان في ثوره فكريه وقادها رموز عظام، فالاهلي طالع في زمن الثوره الفكريه، غير كمان طالع في تاريخ التاسيس في تاريخ الحركه الوطنيه في مواجهه الاستعمار. بالصدف الغريبه جدا او من ملابسات هذا الزمن اللي انشئ فيه النادي الاهلي وبعدين جامعه القاهره وبعدين في خط واصل بين الاثنين، نادي المدارس العليا قبليه، في شخصيات اشتركت في الثلاث حاجات دول. ليه؟ كانوا عايزين يعملوا تعليم صحيح، كان المصريين ما بيتعلموش او كانوا بيتعلموا تعليم اجنبي، فاللي قادوا حركه التنوير قال لك لا لازم تعلم تعليم لغه عربيه، وواجهوا مقاومه شديده، ومصطفى كامل كان واحد من اللي اشتركوا في الخط ده، نادي المدارس العليا، هتلاقي عنده، هتلاقي يعني انا قريت ده في كتاب موسوعه تاريخ مصر بتاع احمد حسين، في افتتاح في تاسيس نادي المدارس لطلبه المدارس العليا، كان عمر لطفي ومعاه مين؟ معاه عبد الخالق ثروت باشا
وأعضاء يعني اللي انتخب كأعضاء عبد الخالق ثروت ومصطفى كامل. فأنت هنا تاريخ ممتد بقى، هتلاقي بعد كده عبد الخالق ثروت ده واحد من المؤسسين للجامعة المصرية، وبعدين هتلاقي حسين رشدي اللي هو واحد مؤسسين النادي الأهلي رئيس الجامعة بعد الأمير أحمد فؤاد أو بعد الملك فؤاد. هتلاقي بقى خط عريض جدا، ما كانش المسألة بس في بناء النادي، ما كانش مسألة بناء النادي الأهلي ده كان مسألة رمزية زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت بعد حس الدين شوية.